السلام عليكم. اليوم حنا كنتواجدوا في الدوار الزكارين ايت بوهو. شوف الحاله اللي كتعيش الساكنه. هذه قنطره، هذا واد ما فيه لا قنطره لا والو. كيفاش بغيتي هاد الساكنه تعيش في هاد الجهه بلا طريق؟ شوف الحاله، شوف الحاله، شوف الحاله فاش كتعيش هاد الساكنه ديال الدوار الزكارين ايت بوهو. شوف الحاله، شوف الحاله، لا طريق لا والو. شوف 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 المنكر، شوف هذا دوار الزكارين ايت بوهو جماعات القنزره، التابع لجماعات القنزره عماله الخميسات. شوف الحاله، شوف 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 المنكر، شوف شوف المنكر، شوف المنكر، شوف المنكر. السياره غرقات في الواد، كيجرها التراكتور وكيتقطع الكابريد الحديد. شوف شوف شوف، قول لي هاد الساكنه منين غدوز؟ قول لي هاد التلامذ المدرسه منين غيدوزوا يقراو؟ هما منقطعين الدراسه هادي 3 ايام منين بدات الشتاء، هما منقطعين على الدراسه. قول لي منين غيدوزوا هاد التلامذ المدرسه؟ كيهزهم خطاف. دابا هالخطاف راه واحل ورقات ليه الطوموبيل في الواد، وكيفاش غيدوز؟ شوف الحالة، شوف شوف الحالة فاش كتعيش هاد الساكنة. شوف خطافة فين مبلاصين، شوف منكر، فينكم الناس المسؤولين؟ بانوا 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 وبانوا عندنا هنا. شوف الحالة فاش كيعيشوا التلامذة والساكنة. شوف قالك التلميذ باش يقرا وفي كل قالك الفك العزلة. دوار زكريا ايت بوهو عايشين في الجحيم، عايشين في العذاب.